الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، حافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا وولانا محمد النور القلب وقرة العين، وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا صاحب نبيكم في الغار والرفيق خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المسجد والمنبر والمحراب خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ذي النورين والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب ليس بني طالب مظهر العجائب والغرائب خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه الساجدين السيوطين الشهيدين سيدنا الإمام أبي محمد الحسن وسيدنا الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة نساء العالمين البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي نبيك عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس سيدنا أبي عمارة الحمزة وسيدنا أبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وسائر الصحابة والقرابة والأزواج أمهات المؤمنين وبنات رسول الله والتابعين وتبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة المسلمين وزعماءهم ورؤساءهم وملوكهم وسلاطينهم، وأرشدهم إلى صراطك المستقيم، وأرشدهم إلى صراطك المستقيم، واجمع بين صفوف العرب والمسلمين لتحرير المسجد الأقصى وفلسطين، لتحرير المسجد الأقصى وفلسطين من أيدي الصهاينة وأعداء الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. واجعل اللهم آمنة مطمئنة بلدتنا هذه وسائر
سائر بلدان المسلمين. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمقيمين والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه على نعمه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى.